معايا دلوقتي مشاركة وهي أنوسة كوتا. مساء الخير معانا، مساء الخير. وعايزة أعرف عن مشاركتك في مهرجان القاهرة السنة دي. انا مبسوطه ان انا مدعوه النهارده في مهرجان. طبعا ده مهرجان عالمي، ما ينفعش يجي لي دعوه ما اقدرش ان انا احضر فيه. مبسوطه بوجودي النهارده، ومبسوطه بوجود عدد كبير قوي من الفنانين. وطبعا ده ما يمنعش ان ده ينسينا طبعا الراحل محمود عبد العزيز، وانا مبسوطه قوي ان احنا بره فاكرينه بحاجات كتير قوي، وما ينفعش ان احنا ننساه اصلا، لانه هو علامه من فنان علامات. كبير وفنان عظيم، وانا اشتغلت معاه يعني مؤثر. اشتغلتي معاه في ايه؟ كان في مسلسل جبل حلال، كنت مشتركه معاه بمجموعه اسود. يا رب. انت بتدربي اسود؟ بدرب اسود. ما بتخافيش؟ لا لا ما بخافش. الاسد ايه؟ حيوان مفترس، بس مش بس انا يعني من رايي الشخصي هو مش شرس، هو مجرد انه بيحب صاحبه، بيبقى حاجه تانية خالص، بيتعامل معاه، بتحس انه ممكن يدافع عنه لو حصل اي حاجه لصاحبه ده. لا هو اول واحد هيبقى يدافع عنه. عايز اسالك، الاسد عمره حاول يفترسك مثلا، او حاول يعني يعلن غضبه عليك، ساعتها ممكن تعملي ايه؟ هو بصراحة ما حصلش ده معايا خالص، لأن احنا أصحاب من أول يوم. بس متهيألي لو حصل ده هيبقى حاجة غلط مني، أنا اللي وصلته مرحلة إن أنا أعصبه أو أضايقه. بس إن شاء الله بتمنى إن ما يجيش اليوم ده أصلا. يعني أنوسة بشكرك جدا على وجودك وعلى مشاركتك النهاردة من خلال وجودك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بشكرك، ولسه مكملين معاكم على الهوا مباشرة على قناة المهرجانات، قناة نايل سينما. خليكم معانا.